دار صباح حسب سيادة الرئيس ما يلزمهاش لا يمكن التفويت فيها. بالعبارة إذا فوتنا في دار صباح فإننا يمكن أن نفوت في متحف باردو ومسرح كارتاج. تكستو. لكن هني أقول لك. أيوة. كنت ننتظر في لكن خاطر طبعا ما بين ما فوتناش في دار الصباح. أي. شنو نعملوا فيها؟ يا بخي ولا أما بعدين. على ملك الدولة. الدولة مؤكد أنها ما هيش تجرب السيارة. لكن هناك طرق أخرى. وناجحة وناجحة جدا. أنا شخصيا مع التفويت في دار الصباح والإبقاء على حصة 51% لفئة الدولة. كما اتصال تونس. كما شركات أخرى. الدولة تقعد مسيطرة عندها اليد لكن نحب نفتح باب الاستثمار نفتح باب الاستثمار حل الكابيتال يعني حل الكابيتال دخل خواص أكيد لكن الدولة وحدها ما تنجمش تستثمر الدولة وحدها شنو باش تعمل أوكي الصباح هي إرث موروث وطني هو قالك ما نبيعهاش لأي كان هذه باهي ما نبيعوهاش لأي كان نبيعو لشخص يفهم من أعلام ويعرف قيمة الصباح الصباح يلزمها تقعد الصباح بالرغم من ثم التحول الرقمي بالرغم من احنا بنواكب في التحول الرقمي لكن الورق صباح تقعد كي نطبع 1000 صحيفه بيان سور اليوم العالم الكل يعني مش كبار الجرايد في امريكا والواشنطن بوست وانا ديما نقول هذه الشرق الاوسط ولو موند وذا جواردين يعني كيما الصباح خدمه 70 سنه على صباح الخير وصدا وصباح الاسبوعي وخدمة على صحف صغرى انا الاوان ان الصحف هذه الالكترونيه واستوديو دار صباح يخدم على الصباح الورقيه شبيه كما احنا صغار خدموا علينا والدينا وبعد كي يكبروا والدينا احنا نرعاهم الصباح راه كيف وكبرت داك ما طيشوهاش باش نرعوها بشنو باش نرعوها بمداخيل اضافيه بافكار جديده اي فوالا معناتها لازم نكونوا واقعيين